النهاردة بإذن الله هنستكمل سلسلة الشورت اسي كويستشنز لسنة أولى نيو سيستم. آخر برانش عندنا هو الميتابوليزم. معاكم دكتور محمد فايز. هنستعرض في الفيديو أسئلة قصيرة بالإجابات علشان نراجع برانش الميتابوليزم بسهولة إن شاء الله. السؤال الأول: define physiological heat value and its normal values. طبعا physiological هو حرق الفود stuff inside the body. Amount of heat liberated by oxidation of food inside the body. Normal value لازم تحدد جرام كربوهيدرات يطلع كام كالوري. 4.1 جرام فات لو اتحرق produce 9.3 كالوري. جرام بروتين 4.1 كالوري زيه زي الكربوهيدرات. Define physical heat value, how it is estimated. الphysical heat هو كمية الحرارة liberated by oxidation of food outside the body. خلي بالك الفرق مين جوه physiological واللي بره physical. Estimated by pump calorie meter وده مقياس للحرارة. السؤال الثالث: why physical heat value of protein أكتر من الفيسيولوجيكال فاليو؟ يعني الفيسيولوجيكال فاليو لو تلاحظوا قلنا ان هو 4.1 زيه زي الكربوهيدرات. طب الفيزيكال ليه اعلى؟ لان كومبليت اوكسيديشن اوف بروتين تو نايتريك اوكسايد اند نايتريك اسيد. الكلام ده ما بيحصلش جوه الجسم اساسا، بيبقى الاوكسيديشن تو يوريا. السؤال الرابع: define metabolic rate and mention factors increasing it. طبعا دايما mention اذكر عوامل من غير شرح. metabolic rate هو الamount of heat liberated per unit time في وقت معين. خلي بالك في فرق بين كلمة metabolic وبيزل ميتابوليك. بيزل يعني انا عايز الهيت برودكشن بير اور من غي اندر نورمال كونديشنز، يعني ويزاوت اكسرسايز او ايتينج او اكسبوجر تو كولد، من غير الثلاثه اي. لكن ميتابوليك ريت لا، اي حاجه اكسرسايز ايموشنز exposure to cold endocrinal eating proteins. يعني أنا عايزك تلاحظ إن أول خمسة عندي يبتدوا بحرف الإي، الخمسة الأولانيين. ميل بيكون كمية الحرارة عنده أكتر من الفيميل عشان المسل بلك. الفيفر برضو مهمة، كل ما تزيد التمبريتشر 1 ديجري سنتيجريت بيزيد الميتابوليك ريت. فالنقط دي كلها مهمة قوي. السؤال الخامس: what is basal metabolic rate and its normal standard. طبعا basal قلنا لازم يكون under basal conditions، ظروف مبدئية. energy output لكل سكوير متر سيرفيس اريا بير اور، يعني كل متر مربع من مساحة الجسم يبقى الانرجي اوتبوت بتاعته كام. بس في نقطة مهمة، انت بتقول لي ويزاوت اكسرسايز يبقى لازم فيزيكال اند منتال ريست، ما ينفعش اقيس الحرارة بتاعتك اندر نورمال كونديشن وانت الان متضايق، ما ينفعش. انت بتقول without eating يبقى ده لازم post absorptive state، من اخر عشوة ليك ولسه ما فطرتش 12 ل 14 ساعة after the last meal. بتقول التالتة
without exposure to cold. ما تتعرضش البرد. ما ينفعش أقيس BMR لواحد under cold conditions. يبقى لازم ال comfortable temperature, درجة الحرارة المناسبة 20 ل 25 degree centigrade. النورمال 40 كالوري. لو طالب قال 40 سي أو كالوري وسكت غلط. لازم بير سكوير ميتر. دايما الطالب الشاطر في اليونت لازم يحدد الديفينيشن. يعني انت قلت في الديفينيشن بير سكوير ميتر، يبقى لازم تحددها في اليونت بير اور بلس اور ماينس 15%. دايما انا معودكم في الفيديوهات اللي فاتت ان المعلومة المهمة بنعملها بالاحمر عشان تبقوا معايا. طبعا ليه الرقم ده مهم؟ لانك لو قلت 40 كالوري غلط. دايما المعمل اللي بيجيب البي ام ار بيحدد لك يا ترى هو بلس 15% القيمة اللي هتطلع اكتر ولا اقل. يعني اقولك 40 كالوري تزيد 15% يعني ايه؟ تزيد 6 يعني 46. تمام. تقل 6 يعني 34 كالوري بير سكوير متر بير اور برضو. تمام. نيجي للسؤال اللي بعده. طبعا الاسئلة كلها منطقية وبترتيب المنهج. واي بيزل ميتابوليك ريت يزيد in cold countries more than hot countries؟ الدول البرد بيزيد ليه فيها البي ام ار؟ adaptation of thyroid gland function. الغدة الدرقية او الثيرويد جلاند بيحصل لها تضخم نسبي mild enlargement in cold countries، وده مهم لان الثيروكسين بيزود البي ام ار. طب ازاي بيسخنك؟ الثيروكسين بيشغل الصوديوم بوتاسيوم بامب، والبامب لما تشتغل تكسر اي تي بي والنتيجة حرارة. الثيروكسين كمان بيشغل الميتوكوندريال ريسبيراتوري تشين انزيمز. ده مهم قوي وهتعرفوه ان شاء الله في سنة تالتة مع برانش اسمه اندوكراين. السؤال السابع. منشن تلاتة باثولوجيكال فاكتورز يزودوا البي ام ار. انا عايز بقى عوامل غير طبيعية. هايبر ثايرويديزم. طبعا اللي عنده هايبر ثايرويديزم مش طايق الحر، جسمه اساسا سخن، حتى بنقول عليها intolerant to hot weather، لا يتحمل الصيف يكرهه. هايبر فانكشن اوف ادرينال جلاند طبعا يسخنك. هارت فيلير كمان. طبعا شرح الاسباب دي كلها قلتها مع فيديوهات النظري. السؤال الثامن. ايه الفرق بين كور اند شل تمبريتشر؟ دخلنا على التمبريتشر ريجوليشن. خلي بالك ان كور معناها القلب، مش قصدي القلب كهارت وبس، لا ده التمبريتشر اوف ديب تيشوز، ودي لازم تكون ثابتة. درجة حرارة الفيسرا ثابتة هي ودرجة حرارة البلد، لكن اللي بيتغير هو الشل. مش قصدي بالشل القوقعة، قصدي السكين. أيوة درجة حرارة الجلد تتغير حسب درجة حرارة الجو. لو الدنيا حر لازم السكين تمبريتشر يعلى فيقرب من الجو الحر علشان ما نكسبش حرارة زيادة، ولو الدنيا برد لازم حرارة الجلد تكون برد أقل علشان ما نفقدش حرارة أكتر. ده مهم جدا. طيب السؤال التاسع. What is physiological variations in body temperature؟ طبعا التغيرات الطبيعية بأرقامها بتيجي دايما MCQ. يزيد نص درجة مئوية in afternoon than
6 AM يزيد نص درجة في الأطفال أكتر من الكبار، يزيد في الفيميل في السكند هاف اوف منسترال سايكل بسبب هرمون اسمه بروجستيرون، وهي دي التغيرات الطبيعية في الحرارة. السؤال العاشر، mention mechanisms of heat gain. أنا عايز تقولي إزاي بنكتسب الحرارة. BMR يخليني أكتسب حرارة. Food intake، كل ما تاكل يزيد الميتابوليك اكتيفيتي. ماسل اكتيفيتي، اي نشاط نتيجته هيت. اندوكراينال، ثايرويد وكاتيكولامينز، على فكره الاثنين دول اسمهم ثيرموجينيك هرمونز، هرمونات مولده للحراره. خلي بالك الكاتيكولامين ده هو اللي بيزود الاكتيفيتي لنوع معين من الدهون موجود في السكابيولا بتاع نيو بورن بيبز، البيبيهات اللي لسه مولودة. تلاقي البراون فات بيبقى كأنه بطانية بالنسبة للبيبي ده، يحميه أثناء التعرض للبرد. 5 براون فات، وده هقولها في سؤال لوحده. السؤال 11 أهو، What is the importance of brown fat in infant? Present in scapula, high rate of metabolic activity. الكاتيكولامينز اللي أنا لسه قايلها بتزود الهيت برودكشن 100%، while adult without brown fat يزيد الهيت برودكشن 10 إلى 15%. كل ما نكبر كل ما تقل الهيت برودكشن عندنا. السؤال ال 12، What is acclimatization of a sweat secretion؟ معنى acclimatization التأقلم على المناخ. لما تسافر دولة من دول الخليج الجو فيه حرارة ورطوبة عالية، ازاي تتعود؟ التعود بيحصل خلال 1 to 6 weeks. بيزيد السويت فوليوم 2 لتر، الطبيعي تفقد 600 ملي. الالدوستيرون يشتغل فيقلل الصوديوم كلورايد كونسنتريشن. ما هو انا مش هينفع افضل افقد في عرق وملح كتير، محتاج هرمون يتفرز هو الدوستيرون يحافظ على الملح اللي عندي. تمام، نيجي للسؤال اللي بعده، Which diet is preferable in cold climate؟ والدنيا برد تفضل تاكل انهي اكلة، كربوهيدريت ولا فات ولا بروتين وليه؟ طبعا بروتين. تاكل كباب لحمة due to high specific dynamic action. specific dynamic action اتلغت من بعض الكليات، ولكن كليات تانية ما زالت بتاخد هذا الموضوع. لما تاكل كباب بتبتدي تسخن بعد ساعة، توصل لقمة الدفى بعد 4 إلى 5 ساعات، وبعد 12 ساعة من الأكلة ترجع تاني كما كنت. فليها عاملة زي المثلث، ليها بيك وليها بيز لاين، ده مهم قوي. طبعا ما ينفعش تاكل كباب في الحر، فلوسك هتضيع عليك، الدنيا حر وانت تاكل أكلة تسخنك، استفدت ايه؟ سؤال الـ14، mention mechanisms of decreasing heat loss in exposure to cold. لما تتعرض للبرد انت قدامك حلين، تزود الهيت جين ودي ليها طرق، او تقلل الهيت لوس. طيب نقلل الهيت لوس ازاي؟ كوتينيوس فازو كونستريكشن،
لما يضيق البلد فيسلز سبلاينج السكين هيقل الفلو اللي رايح للجلد، فالسكين يبقى بارد، لان فايدة الدم بيدفي الجلد بارد فيقرب من حرارة الجو البرد فنقلل الهيت لوس. بايلو إيركشن انتصاب الشعر في الحيوانات زي الأنفد، تلاقي الأنفد اللي عايش في شمال أوروبا في سيبيريا مناطق برد جدا تلاقي شعره وقف، شعر ده بيقرب من بعض يعتبر زي طبقة عزلة، طبقة عزلة علشان يدفيه. احنا ما عندناش إيركشن لكن عندنا كيرلينج أو التكور دايما، والدنيا برد بنعمل حاجة بالفطرة من واحنا صغيرين، تدخل السرير تكون حاطط زي دفاية كده على الملاية وفوقيها كبرتة وبطانية والحاف وتلف نفسك في كل ده كأنك في سلندر اسطوانة، وتتضايق قوي لو حد فتح عليك الكبرتة. لا ما ينفعش، انت عايز تقلل السيرفس اريا اكسبوزد تو كولد. السؤال الخمستاشر، منشن اماكن التمبريتشر ريجوليتنج سنتر. عندنا مكانين يتحكموا في الحراره، هيت لوس ده انتيريور هايبوثالاموس، والهيت جين بوستيريور هايبوثالاموس. اوعى تتلخبط، الجين دايما ورا واللص قدام، تمام؟ طيب what is the pathogenesis of fever؟ الحمى دي حصلت ازاي؟ كلنا عارفين ان الهايبوثالاموس متظبط على set point درجة حرارة 37 ديجري سنتيجريد، لكن في الفيفر الوضع اتغير، هايبوثالاموس readjusted على new set point. قلنا له لا 37 درجة مش هي الطبيعي دلوقتي، ده الطبيعي عندك 40. فلما يجي السكين سيرمو ريسبتور يبعت له النورمال تمبريتشر يقول له لا دي الحرارة اللي انا متظبط عندها اعلى. السؤال ازاي تظبط عند درجة حرارة اعلى؟ bacterial toxins act on monocytes and macrophage. البكتيريا بتطلع مواد سامة، المواد دي تشتغل على الماكروفيج واللي هي تكون بايروجين مواد مولدة للحرارة interleukin 1. الانترليوكين 1 دي بروتين بين الوايت سيلز وبعضها يشتغل على البري اوبتيك اريا من خلال الريليز اوف بروستاجلاندينز اللي هترفع السيت بوينت اوف سيرمو ستات. دايما ستات معناها منظم، منظم الحراره في جسمنا هو الهايبوثالاموس، زي اللي بينظم الحراره في التلاجه في تايمر، بتظبط التايمر على القيمة اللي انت عايز تحافظ الاكل عندها. السؤال السبعتاشر، what is short term factors inhibiting feed center؟ قبل ما جاوب على هذا السؤال عايز اعرفك ان احنا عندنا نوعين من الفاكتورز تأثر في الفيدنج، short و long term factors. فالشورت تيرم شيوينج، دايما نقول الأطفال الصغيرين امضغ كويس عشان تحس بالشبع، سوالوينج تمام، فيلينج اوف ذا ستومك، انا وانا معدتي مليانة بقوم من على السفرة اكمل اكل ليه؟ اقول لهم انا اسف ما اقدرش اخد زيادة انا شبعت. والأوبيز بيرسون الناس اللي عندهم سمنة بنعالجهم بالفكرة دي، ان احنا لازم نركب له بالونة تنفخ المعدة، بالون ديستنشن،
طيب البالونه دي هتدي له احساس بالشبع، ريليز اوف هرمونز سي سي كي، جلوكاجون اند انسولين، دول مهمين جدا يعملوا انهيبيشن للفيدنج. في هرمون ذكرته اثناء شرح الميتابوليزم اسمه لابتين. What is the function of leptin؟ leptin من اسمه جاي من كلمة lipid، ده هرمون produced from adipose tissue، طالع من النسيج الدهني، هو اللي بيعلم البرين، بيبلغه about the size of fat stores، يا ترى مخازن الدهون حجمها قد ايه يا برين، ويشغل الساتايتي سنتر او مركز الشبع. في معلومة مهمة عايز اقول لكم عليها، ساتايتي سنتر موجودة في الميديال نيوكلياي اوف هايبوثالاموس، اما الفيدنج سنتر في اللاترال نيوكلياي. دايما العلاقة عكسية بين ساتايتي وفيدنج. لو انت الاكل عندك كفاية، جلوكوز ليفل في دمك كويس، ساتايتي انهبت ذا فيدنج سنتر، والعكس صحيح. لو هايبو جلايسيميا سكر قليل، ساتايتي سنتر ما يشتغلش، فما يعملش انهبيشن للفيدنج سنتر، لان للاسف بعض الكتب كاتبه المعلومه دي غلط. تمام، نيجي للسؤال اللي بعده. Why obese individual should not eat fatty diet؟ ليه الناس السمان أو التخان ما يفضلش يأكل أكلة دهنية؟ عندي ثلاث أسباب. سبب الأول، few calories أنت محتاجها علشان تحول الingested fat into stored fat، يعني انا عشان اخزن الدهون انا عاوز كالوري قليلة، يبقى ما انصحكش ان انت تاكل دهون. حاجة تانية، الدهون limit the leptin action as satiety signal اللي انا لسه شارحها. الليبتين مش هيشتغل، فمش هيبلغ البرين ان في شبع دلوقتي، فتفضل تاكل فتتخن كمان وكمان. النقطة الثالثة، جلوكوز يوتيلايزيشن لما يقل هيزود الفود انتيك، فيزود الانرجي انبوت، يعني طالما استهلاكي للسكر قليل هفضل اكل، وطالما انت بتفضل تاكل عمال تخزن، انت بتزود الانبوت اللي داخل في جسمك بيفور ساتايتي السيجنالت، يعني انا عمال اكل واتخن واكل واتخن قبل ما الشبع يكون واصل كاشارة للبرين، لسه البرين مش عارف حاجة. طيب السؤال اللي بعده، منشن انواع الاوبيزيتي and its complications ومضاعفاتها. طبعا الانواع عندنا نوعين، الميل اندرويد، الفيميل جاينويد، قلنا الكلام ده اثناء الشرح. مشاكل السمنه، الوزن الزياده بتاعك بيحمل على العظم والمفاصل، اوستيو ارثرايتس، ايتس يعني انفلاميشن في البون اند جوينتس، فات زياده الليفر مش قادر يتعامل معاه فيترسب في الليفر يعمل فاتي ليفر، بالاضافه لجول ستونز حصوات المراره. سؤال 21 والاخير، منشن different lines of treating obesity، انا عاوز خطوط علاج مختلفة للسمنة. diet، avoid eating fat and increase bulk diet، البلك زي السلطة الخضراء لازم
تاكل الالياف دي، فيها سيليولوز ما بتتهضمش، تعمل لك ديستنشن، تحس ان انت شبعت. دايما في الطب في علم اسمه نيوتريشن او التغذية، هو اللي يحدد للأوبيز تاكل ايه وما تاكلش ايه. أدوية السمنة أمفيتامين وأورلي ستات، اكسرسايز اجري احرق، هتفضل تاكل وتقعد انبوت بيزيد، لا احرق شوية من الطاقة اللي عندك. لو فشلنا في كل حاجة سيرجري جراحة. دايما في الطب في بدايات ميديكال أدوية، فشلت جراحة، الجراحة جاستريك باندج، تعال بقى ندبس المعدة، جاستريك بايباس أو شفط الدهون، لايبو ساكشن وأكوي بانكشر، ده العلاج بالإبر الصينية. طبعا في صفحة اسمها ستارفيشن في الكتاب تقدر تقراها. فقط في النهاية حاولت ان انا اجمع كل النقاط المهمة ببرانش الميتابوليزم في صورة شورت اسي كويشنز. ثانك يو، كان معاكم دكتور محمد فايز.